من بعد ذي العشير يا إخواني وفرض وفرض شهر الصوم في شعبان. نعم، فرض الصيام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. نعم. والغزوة الكبرى التي ببدر، هذا قلنا غزوة بدر الكبرى، لماذا تسمى بالكبرى؟ لأن عندنا غزوة بدر اللي هي يسميها العلماء الموعد، يعني في العام الثاني. نعم، والله سبحانه وتعالى صرف كفار مكة، لم يأتوا. نعم، في الصوم في سابع عشر الشهر. نعم، كانت غزوة بدر في السابع عشر من رمضان. نعم، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر. نعم، وجبت زكاة الفطر على كل مسلم غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان يخرج صاع من طعام. نعم، وفي زكاة المال خلف فدر. قلنا زكاة المال فرضت في مكة الزكاة، أما مقادير الزكاة وما إلى ذلك هذا كان في المدينة. نعم،